السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائنا وأحبائنا ومشاهدينا الكرام في كل مكان على أرض مصر. رجعنا لحضراتكم ببرنامج صدى مصر. صدى مصر إن شاء الله هيكون منصة لكل المصريين، هنحاول إن شاء الله نجيب لكم أهم الأخبار وأهم الأحداث في مصر خلال أسبوع. أيضا هنهتم بفرص العمل، هنهتم بالصناعة المصرية، هنهتم أيضا بالقضايا التي تهم الرجل الشارع وتهم المواطن البسيط. هنبدأ مع حضراتكم سريعا بمجموعة من الأخبار اللي بتهم، يمكن اللي تداولها الناس خلال الأسبوع اللي فات. هنقول الدراسة هتتأجل ولا مش هتتأجل؟ يعني في ناس قالت إن في أجازة، الأجازة بتاعت نص السنة دي هتمتد كمان 15 يوم بسبب طبعا زي ما حضراتكم عارفين مرض فيروس كورونا. طبعا وزارة التربية والتعليم وتحديدا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد على حسابه الرسمي على الفيسبوك أنه لا نية لتأجيل الدراسة، وأن موعد الفصل الدراسي الثاني هيكون في ميعاده إن شاء الله. يعني حضراتكم بقى الأولاد يجهزوا السندوتشات بقى والحاجات بتاعتهم. ده كان الخبر الأول معانا النهاردة. الخبر الثاني من شركة أسمنت بني سويف. طبعا الشركة خلال الفترة اللي فاتت أعلنت عن عدد من الوظائف في كل التخصصات اللي هم الناس المتخصصين وناس متخصصين، وفي كمان اللي هم حديثي التخرج وأيضا ذوي الخبرة. طبعا الشركة محتاجة موظفين إداريين ومشرفين ومحاسبين، وأيضا محتاجة أفراد أمن ومهندسين وكيميائيين. اللي من ضمن الشروط اللي قالت عليها الشركة إن لازم الناس اللي هتتقدم لهذه الوظائف يكونوا من محافظتي أسيوط وسوهاج. أيضا ذوي الخبرة المتقدمين اللي هم عندهم خبرة لازم يكون عندهم خبرة 5 سنوات في نفس المجال. طيب هتسألوني هنقدم إزاي؟ طبعا في الصفحة الرسمية لرجل أعمال أبو هشيمة عاملة كل التفاصيل موجودة عليها، والتقديم هيكون عن طريق الإنترنت. وفي طبعا لو الإعداد حط لنا الصورة بتاعت إعلان الوظائف هيكون فيها الإيميل اللي هو إيميل التقديم. طيب لغاية ما يجهزوها ندخل في الخبر الثالث، وهو بنتكلم فيه عن الانتخابات التكميلية. وزي ما حضراتكم عارفين ان في دائرتين خلو، في دائرة الجيزة جنوب الجيزة تحديدا، والدائرة الثانية اللي هي دائرة ملاوي بمحافظة المنيا. طبعا من ساعتين تقريبا او من الساعة 12 تقريبا كان في صمت انتخابي. الهيئة الوطنية للانتخابات طبعا أعلنت إن في صمت انتخابي في الخارج، لأنه استعدادا لإجراء الانتخابات إن شاء الله تقريبا يوم يعني بكرة وبعد إن شاء الله هيكون في تصويت في الخارج. في وطبعا الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من كافة الإجراءات بالاتفاق مع الخارجية المصرية لإعداد 140 مقر وفي 124 دولة حول العالم. المصريين يعني يتوجهوا إن شاء الله بكرة وبعده للتصويت في دائرتي ملاوي ودائرة جنوب الجيزة. طبعا الانتخابات داخليا هتنطلق يوم 11 و12 فبراير. طيب عايزين نعرف كم مرشح موجودين في مصر حاليا في الانتخابات التكميلية. هم 11 مرشح، 4 مرشحين في دائرة جنوب الجيزة و7 مرشحين في دائرة ملاوي. طبعا عايزين نقول في ملاوي يتنافس كل من عبد الله محمد خليفة، وده مستقل رمز الحصان، وأيضا أحمد جمال موسى مستقل رمز السكينة،
وزاهر ناجح، زاهر قليني مستقل رمز البندقية، بندقية الصيد طبعا، وأسامة عبد الشكور حمزة دردير مستقل، ده رمز الشاكوش، وصلاح إسماعيل علي مطر، الزميل صلاح إسماعيل علي مطر إعلامي كبير وطبعا مستقل رمز الديك، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد سعادة المستشار راجل محترم جدا، حزب مستقبل وطن رمز القلم، وأخيرا شنودة بولس جادي السيد بباوي مستقل رمز الغزال. طبعا بنتمنى لكل المرشحين التوفيق، وتكون إن شاء الله معركة انتخابية شريفة تليق بهؤلاء المرشحين، ونتمنى إن شاء الله الانتخابات اللي جاية يكون في عدد مرشحين أكتر، والتجربة الديمقراطية في مصر تنمو وتزدهر بصورة أفضل وأفضل إن شاء الله. طبعا في دائرة الجيزة يتنافس كل من هشام محمد بدوي سيد مستقل رمز الأسد، والأمير موسى أحمد علي محمد مستقل رمز الحصان، ومجدي السيد السيد ياسين محمود مستقل رمز الكف، وطبعا الأستاذ رجل الأعمال محمد ثلاثة محمد أبو العينين حزب مستقبل وطن رمز القلم. هنطلع طبعا بعد الأخبار السريعة دي إن شاء الله. احنا بنوعدكم النهاردة يعتبر الحلقة الأولى في صدى مصر، وبننوه إن احنا برنامجنا صنع في مصر أيضا مستمر معاكم، أنا خليل أبو زيد إن شاء الله البرنامجين مستمرين على التوازي، ونوعدكم في الحلقات الجاية إن شاء الله يكون في أخبار أكتر، لأن يعتبر الحلقة دي حلقة تجريبية، وإن شاء الله اللي جاي أفضل وأفضل. هنطلع فاصل، هنشوف في تقرير لشركة بريستول والافتتاح رقم 33 في محافظة ألمينيا، ونرجع لحضراتكم تاني. مختلف في عروس الصعيد النهارده في الافتتاح 33 مع شركة بريستول، زي ما حضراتكم شايفين حضور كبير جدا من فنانين محافظة ألمينيا. تعالوا نشوف لقاءاتنا مع فنانين ألمينيا. برحب بيك، نتعرف بيك. محمود محمد عبد الله، اهلا وسهلا بيك. وحضرتك؟ نضال عبد السند، اهلا وسهلا بيك. وحضرتك؟ علاء محمود. حضرتك؟ عصام صلاح عبد الرحمن. محمود فولي، اهلا وسهلا بيك. خالد جمال محروس. طيب يا جماعه، احنا هنقول دلوقتي ايه رايكم في منتجات شركه بريستول في محافظه المنيا؟ والله هو منتج جميل وبيفرد وتخطيطه عالي على المنتجات التانيه. تمام. يعني جميل، جودته عاليه وسمكته نظيفه وخاماته احلى. انا سمعت عن شركه بريستول بس انا قلت لازم اجرب، فلما جربنا النهارده يعني حاجه ممتازه. ايه رايك في التجربه؟ ممتازه طبعا، ممتازه والله. ممتازه ان شاء الله. تمام. شايف ان شركه بريستول او منتجات شركه بريستول بتختلف عن اي شركه تانية انت اشتغلت بيها ولا لا؟ ميزه بريستول ان هي المنتج بتاعها الجوده بتاعتها عاليه، التكلفه بتاعتها يعني كويسه جدا، يعني انت بتتكلم مثلا فرق بين الكيلو بينه وبين المنتج الثاني مثلا 150 200 جنيه. محمود فولي، ايه رايك في المنتجات؟ منتج 100% والجوده عاليه وخامه كويسه جدا، انا اشتغلت بيها في الميتاليكات ومنتج 10 على 10 يعني. تمام. حضرتك شايف النهارده ان انت استفدت معانا في السيمينار النهارده، ايه المنتجات اللي حضرتك شفتها النهارده جديده بالنسبه ليك؟ لا انا كله ورد عليا، بس منتج حلو جدا يوم النهارده. استفدت من المطاط ده، سهل وسريع وهيبقى رخيص يعني وحاجه حلوه يعني. تمام. شايف ان بريستول ترفع راسك مع العميل ان شاء الله؟ اكيد طبعا. طيب تمام. منتج جميل ومنتج ان شاء الله هيمشي في السوق وهيبقى 100 100. اول طلبيه تاخدها من بريستول ايه؟ ان شاء الله هاخد الاصداف وهاخد قطيفه ليزر وقطيفه سيناوي. الف الف مبروك، وان شاء الله تكون اكتر واحد باع من شركه ريستون، وان شاء الله ربنا يكرمك كده. اكيد. وتقول لي النهارده الحاج عبد الله. ألف مبروك يا أستاذ حجاج، وربنا يتمم لك بخيرها إن شاء الله. عجبت منتجات بريستول النهارده ولا لا؟ حلوة حلوة ممتازة والله. إيه والله ممتازة حلوة، اشتغلنا بالقطيفة واشتغلنا بالمطاط وكله. تمام. دي يا جماعة كانت بعض اللقاءات مع فنانين بريستول في محافظة المنيا. اكتشاف جديد مع بريستول في محافظة المنيا، عروس الصعيد النهارده بيشرفنا في معرض ال 33 مع الحاج حجاج عبد الله نجم مصر نمبر 1 محمد رمضان. برحب بيك يا نجم. اهلا وسهلا يا فندم. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. إيه طب يا نجم، ممكن تقول لنا النهارده ايه رايك في منتجات شركه بريستول؟ والله منتجات جميله جدا وتغطياتها عاليه وممتازه يعني. تمام. ثقه بالله. نجاح من تقدم لتقدم باذن الله نمبر 1. نجاح من تقدم لتقدم باذن الله نمبر 1.
النجم من نجوم محافظة المنيا عروس الصعيد محمد الرومي، برحب بيك النهاردة. طبعا انت حضرتك نجم كبير وخبرة عظيمة في عالم الديكورات، النهاردة عايزين تقول رأيك في منتجات شركة بريستول، والنهاردة مشرفنا في افتتاح بريستول 33. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر كل فريق عائلة بريستول بالبشمهندسة وحضرتك وكل الناس اللي شرفونا والدعم الفني، ودايما بريستول مشرفانا، دايما بشتغل بيها، دايما الفترة كلها دايما شغال بيها، بشتغل بالقطيفة وبشتغل بالسناو وبشتغل بكل المنتجات اللي احنا بنشتغل بيها. السحاب المطاطي طبعا لسه ما جربتوش، بس ان شاء الله ما كانش موجود في المنيا، وبفضل بريستول بقى موجود هنشتغل بيه باذن الله، وهنعمل عينات كويسة وحاجة شرف باذن الله. شايف ان اسعار بريستول كويسه ولا لا؟ والله اسعار بريستول دايما ممتازه وفي متناول الجميع يعني، وانا دايما شغال بكل الشركات تمام، وبريستول الصراحه يعني اسعارها رخيصه جدا وممتازه. شايف ان شركه بريستول هتنافس الشركات الكبيره الموجوده في المنيا ولا؟ نتمنى من الله دايما شركه بريستول تكون في التقدم دايما، يعني دي لها سنه دلوقتي ما شاء الله في تقدم دايما باذن الله. رسالتك للحاج عبد الله تقول له ايه؟ بقول له دايما موفق دايما، وربنا يوسع عليه ويرزقه باذن الله، الله. ويشرف ببرستول حاجه تشرفه قدام الزبون وقدام العميل وقدام اي مهندس او استشاري، وبشكر الباشمهندسه على النجاح الباهر دايما. انا اللي بشكرك. على بالك يا خالد، انت دايما شرفت المنيا وابن بلدي دايما اللي بشرف بيك. وكان الافتتاح 33 لبريستول من نصيب عروس الصعيد المنيا، ومعانا وكيلنا الاستاذ حجاج عبد الله، بنرحب بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتوا المنيا استاذ صفاء. الف الف مبروك، وان شاء الله تكون فتحه خير عليك يا رب. الله يبارك فيك يا فندم، شرفتونا ونورتونا في المنيا عروس الصعيد منوره باهلها. كنت عايز اعرف من حضرتك ليه اخترت بريستول؟ والله احنا بريستول جربنا منتجات كثيره، وجربنا بريستول، الفنانين بتوع المنيا والصناعية ابتدوا يطلبوه ويشكروا فيه. كان الأستاذ ضياء ماسك المنيا وشمال الصعيد، عرض علينا المنتج ولقينا الصناعية بتطلبه، فاشتغلنا والحمد لله لقينا عليه إقبال من الفنانين والنجاشين بتوع محافظة المنيا. كلمنا عن جودة المنتج وكمان السعر، مناسب ليك بالنسبة للشركات المنافسة؟ والله هو السعر بتاعه مناسب والجودة عالية، هو اللي شجعنا ان احنا نفتح المعرض، يعني في طلب عليه من الصناعية ابتدوا يطلبوه وسعره مناسب جدا. النهاردة عايزين كلمة من حضرتك للفني وكلمة للأستاذ أيمن، هتقول ايه النهاردة؟ الفني هقول له جرب بريستول، منتج جيد، الجودة بتاعته عالية، وبنشكر الأستاذ أيمن انها سهلت لنا موضوع المعرض، ما وقفتش معانا في حاجة، والحمد لله وربنا يوفق الجميع. امين يا رب، ربنا يوفق الجميع. عايزين كلمه من حضرتك برضه للي حابب يفتح توكيل بريستول في اي مكان تاني، تقول له ايه؟ اقول له بريستول كيان هيكون في كل مكان ان شاء الله. ورجعنا لكم من الفاصل وهنواصل مع حضراتكم حلقتنا النهارده من برنامج صدى مصر، وزي ما وعدنا حضراتكم ان احنا عندنا النهارده موضوع مهم جدا هنناقشه عن تاشيرات العمره والسوق السوداء ومافيا السوق السوداء. طبعا النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تقدم بطلب أحاطة موجه للسيد رئيس مجلس الوزراء، طبعا بشأن تضرر المواطنين من ارتفاع أسعار العمرة والحج، وطبعا منع المواطنين من أداء شعائرهم الدينية. طيب بنقول المشكلة فين بعد طلب الأحاطة ده؟ المشكلة فين؟ كم عدد التأشيرات التي تمنحها الدولة للشركات؟ وكم عدد الشركات التي تستفاد بهذه التأشيرات؟ وكم عدد الشركات التي هي متخصصة بالفعل في العمرة وتستفاد من هذه التأشيرات؟ لماذا تم خلق سوق سوداء في التأشيرات؟ كل ده المشكلة والحل إن شاء الله هنتعرف عليها من خلال ضيف الكريم الأستاذ محمد سويفي، رئيس مجلس إدارة أو مدير التنفيذي لشركة طيور الجنة. برحب بك يا أستاذ محمد. برحب بحضرتك. ربنا يخليك. أستاذ محمد، يعني عايزين تقول لنا كده المشكلة فين؟ بص، هو الموضوع بادئ من 2017، تم تحديد أعداد المعتمرين من قبل وزارة السياحة. تمام. لينا في سنة 2018 يوم 4/3 تحديدا في حكم قضائي طلع بإلغاء تحديد أعداد المعتمرين. تمام. وبناء عليه اشتغلنا احنا السنة دي على ان الأعداد مفتوحة. طب هرجع مع حضرتك حاجة صغيرة،
ليه تم بالفعل تحديد اعداد المعتمرين؟ ايه الداعي ان احنا نحدد اعداد المعتمرين؟ في 2017 كانت ظروف البلد الاقتصاديه صعبه، فكان الطبيعي ان يتم تحديد اعداد المعتمرين عشان تحد من طلوع العمله الصعبه بره البلد. تمام. واحنا كشركات سياحه كنا متفاهمين الموضوع ده، وكان الموضوع برضو ما فيهوش متاجره في التاشيرات. كان الموضوع بسيط، كانت التكلفه بتاعه العمره اتنقلت من 4500 تقريبا في السنه اللي قبليها لحد مثلا 9000. كان الموضوع بسيط وفي متناول الناس، والناس بتطلع، والدوله حطت ساعتها ضوابط، قالت ان احنا هنحدد اعداد المعتمرين 400000 تاشيره في الفتره الاولى لحد اخر شعبان، و100000 تاشيره في رمضان. طيب. المعتمر تفهم والشركه تفهمت وكل الناس تعاونت لنجاح المنظومه. تمام. جينا في 2018 حصل نفس التحديد. تمام. حصل القضيه اللي اترفعت واتخذ حكم قضائي في 4/3 كان في نص الموسم اللي فات. القضيه دي بخصوص ايه بقى؟ بخصوص ضوابط الوزاره اللي هي كان فيها تحديد لاعداد المعتمرين وغرامه 2000 ريال عن تكرار العمره في خلال الثلاث سنوات الاخيره. ما الداعي ان هو يرفع قضيه؟ يعني ليه هو مش عايز يعني يبقى في حدود اقصى هي الوزاره حطت ضوابط. تمام. فاحنا ملتزمين بتنفيذ الضوابط ايا كانت الضوابط، لان احنا في الاول وفي الاخر بيحكمنا ضوابط الوزاره. اكيد. تمام. فاحنا كشركات اشتغلنا على الضوابط. تمام. ولكن في زملاء تاني او احنا برضو كنا من ضمن الناس دي ان احنا سعينا لحل المشكله. تمام. فاتخذ حكم قضائي يوم 4/3 ولم ينفذ. تمام. جينا السنه دي ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مجلس الوزراء تمام يوم 28/7/2019 اصدر قرار بانشاء بوابه العمره المصريه. ده في كام حضرتك؟ 28/7/2019. 2019 تمام تقريبا. القرار ده احنا يعني موضوع البوابه موضوع مهم جدا، لانه بيخلي المعتمر يشوف البرنامج بتاعه. انا عايزك توضح لي يا استاذ محمد فوائد البوابه دي، بس ان شاء الله بعد ما ناخد المداخله مع الباشمهندسة ايمان عفيفي رئيس مجلس اداره شركه بريستول. برحب بك يا امير السوق البويات. التليفون مش جاهز. طيب نكمل حوارنا والحين رجوع. كنا بقول لحضرتك ايه فوائد البوابة؟ البوابة خلت المعتمر يدخل على موقع البوابة ويستعلم عن البرنامج بتاعه، يعرف هو رايح سكن فين في مكة، سكن فين في المدينة. تمام. هيسافر امتى، هيرجع امتى، هيروح مزاراته امتى. ومنعت البوابة اي حد يسافر الا بحاجة اسمها باركود من على بوابه العمره المصريه. تمام. احنا كشركات سياحه متخصصه متفاهمين ده ومتعاونين جدا، وبنشكر كل الجهد اللي اتعمل في انشاء بوابه العمره المصريه. تمام. لكن ماذا بعد؟ يعني ايه اللي حصل وايه اللي ودى الامور للقصه دي؟ احنا كشركات ماذا بعد؟ معلش اقطعك تاني. معانا الاتصال مع الاستاذه ايمان عفيفي امير السوق البويات. برحب بيك يا فندم. استاذه ايمان. ايوه السلام عليكم. برحب بحضرتك. اهلا بيك استاذ خليل. اولا بنقول لك الف الف مبروك على الافتتاح 34. الله يبارك في حضرتك. طبعا حضرتك كنت في المنيا الاسبوع اللي فات، والاسبوع اللي جاي ان شاء الله بكره ان شاء الله هتكوني في اسيوط. كلمينا بقى عن صولاتك وجولاتك، وطبعا معروفه ان انت بنت بطوط. تمام. الاول انا برحب بحضرتك وبرحب بضيف حضرتك الكريم، وطبعا بتمنى لكم دايما التوفيق. طبعا احنا الحمد لله معروفين شركه بريستول، الحمد لله طبعا شركه دهانات ديكوريه متخصصه في مجال الدهانات الديكوريه، بقى لنا تقريبا دلوقتي حوالي سنتين ونص. تمام. الحمد لله دلوقتي 33 معرض وال34 اللي جاي في اسيوط. حضرتك طبعا دايما معانا برنامج صنع في مصر. طبعا كلكم يعني بتشاهدوا معانا اللي احنا بنقدر نقدمه، سواء للصنايع او للتاجر، سواء من خامات والجوده العاليه بتاعتنا، كمان الاسعار المنافسه. يعني بنحاول ان احنا نكون في السوق بننافس فيه بالطريقه اللي هي ترضي الجميع، يعني ترضي التاجر وترضي الصنايعي، وفي نفس الوقت نكون بشكل جيد في السوق. طيب تعالى نعمل صفقه على الهواء يا استاذه ايمان. اتفضل. الاستاذ محمد سويفي مدير تنفيذي شركه طيور الجنه. فاحنا عايزين نعمل عرض بقى للفن والتاجر زي ما حضرتك قلتي على عمره بقى. اللي يعني نعمل عرض كده تسويقي بين نعمل كده بين شركه طيور الجنه وشركه بريستول.
ايه رايك حضرتك؟ فكره وعجبتني وانا موافقه. طب يا استاذ محمد شغل على الهوا شرف لينا يا باشا. انا بشكرك يعني. جدا يا استاذه ايمان. استاذ محمد يعني بتمنى لك التوفيق واتمنى يعني موضوع العمره والكلام ده يعني يتظبط بطريقه ان الناس كلها تقدر تعمل عمره وما يكونش فيها مشاكل يعني لاي حد. ان شاء الله بشكرك جدا يا استاذه ايمان. نكمل حديثنا. طبعا يعني مثلا شركه احدى الشركات اللي هي لو احتاجت عدد كبير جدا مثلا في عدد من الصناعيه او عدد من التجار محتاجين يطلعوا عمره فتقريبا ارتفاع اسعار العمره بالشكل ده مش هيخلي اي شركه تعمل عرض يعني مش هيساعدها على كده اعتقد. حاليا في مغالاه يعني احنا بنتكلم مثلا ان احنا في اول الموسم بناء على ضوابط الوزاره جهزنا نفسنا ان احنا هنشتغل تمام. هنشتغل ازاي؟ رحنا حاجزين تذاكر الطيران بتاعتنا عشان خاطر الخطه التشغيليه بتاعت الشركات بتاعتنا. تمام. جينا طبعا بحكم حجم العمل حجزنا حوالي 3600 مثلا كرسي تمام. في بعض الشركات خاطبت وزاره السياحه عشان نتاكد ان مفيش تحديد اعداد. اكيد. تمام. والوزاره اكدت ان مفيش ضوابط بعد الضوابط بتاعت 6 اغسطس اللي هي كانت لم تنص على اي اعداد. طب يا استاذ محمد معلش عشان المشاهد الكريم يكون معانا عايزين نعرف المشكله هنا في مكمن المشكله يعني هل انت حضرتك شايف ان تحديد الاعداد هو دي المشكله؟ تحديد وهل والعدد ده قد ايه؟ هل هو كبير صغير كتير؟ عايزين نعرف عدده قد ايه؟ مشكلتنا مش في تحديد الاعداد لان إيه؟ احنا طالما تحديد الاعداد ده توجه دوله فاحنا مع الدوله قلبا وقالبا. تمام. احنا مشكلتنا في مين هو اللي بيقدم التاشيره للناس؟ مين هو ملك التاشيره؟ تمام. ملك التاشيره النهارده احنا كنا بنتكلم مثلا من 4 سنين ان كانوا في 300 400 شركه بس عاملين في مجال الحج والعمره من اصل 2700 300 400. دول هم اللي شغالين بالفعل شغالين في العمره والحج لحد سنه 2016 اللي هي مصر. تمام. سافر منها في الفتره في الموسم ده 1,400,000 معتمر كانوا 300 شركه 400 شركه ما يزيدوش عن كده. أكيد. لما تم العمل بنظام الحصص بدا الناس تشتري حصص اللي بقى اللي ليه واللي ماليش بقى لا في يعني في سنه 2017 كان الوضع كويس كانوا 500 شركه او 600 شركه شغالين. السنه اللي بعديها اترفع الرقم ل 1400 شركه بس كل الفكره انه كانت التاشيرات برضو في ايد شركات سياحه ما هياش في ايد محتكرين مستثمرين داخلين يشتروا التاشيره ب 4,500 ويبيعها ب 11,000. مين يا استاذ محمد بيشتري التاشيره؟ مين؟ لا مين دي ناس هي كل يعني هل هم شركه هل كيانات؟ كيانات مثلا شركه سياحه شركات سياحه كبيره. انا افهم من حضرتك مثلا ان احنا انت بنصنف الشركات هنا شركات تعمل في مجال العمره وفي شركات بتعمل في مجالات السياحه المختلفه. انت عندك كذا عندك النقل وعندك السياحه الخارجيه وعندك السياحه الداخليه كل الحاجات دي يعني كل شركه بتشتغل في الحته اللي هي شاطره فيها. تمام. تمام. القصه انه ما حصلش انه ال 1833 شركه بتوع السنه دي ما هماش عاملين في الحج والعمره. ال 1833 شركه بايعين التاشيرات بتاعتهم لناس بعينها، الناس بعينها دي هي اللي ايه عارفه مين الشركات القويه اللي عندها حجم عمل كبير فبتضغط عليها النهارده، انا النهارده يا استاذ محمد خليني انا مكان صانع القرار. تمام. او الدوله. انا هنا يعني ايه المعيار اللي يخليني امنح هذه الشركه تاشيرات وامنع عن التانيه؟ ما كلهم شركات سياحه. بابه العمره المصريه لما قالت مين يشتغل في الحج والعمره فقال لك اي شركه سياحه يكون معاه حاجه اسمها اياتا. تمام. تمام. ففتح العمليه على البحري. في الاول كان في خطاب ضمان بيتعمل في السعوديه ب 200,000 ريال يعني حوالي 1,000,000 جنيه فكانت برضو بتحد من دخول الناس في الـ في الـ في العمليه دي. تمام. الا صاحب الشغل اللي هو عنده ناس تثق فيه. ده ممكن يكون تيسير من الدوله. ماشي هو تيسير لكن التيسير ده تم استخدامه بصوره خاطئه ولو نفترض يعني انه التاشيره بيبيعها صاحبها فبرضه صاحبها المفروض ان هو يبيع برنامج عمره. احنا شغلنا احنا شركات المفروض ان احنا بنقدم خدمه للناس. تمام. الخدمه دي بتبقى ايه؟ مش تاشيره، الخدمه دي برنامج عمره كامل متكامل. اكيد. تمام. برنامج عمره فيه تاشيره، في تذكرة الطيران، في سكن مكة، في سكن المدينة، في زيارات، في مشرف طول الرحلة، في هدايا من الشركة. ده المفروض ان احنا نشتغل بالطريقة دي. لكن النهاردة لما اكون انا عشان خاطر اخذت بالضوابط الناس دي فما رحتش اشتريت حصص زي ما الناس اشترت. تمام. ورحت اشتغلت على الشركة بتاعتي بس. تمام. ففوجئنا ان انا ماليش غير 218 تأشيرة من اول الموسم اللي بدا 25/11 لحد يعني اخر شعبان. بعد تقسيم او تخصيص لم ينص مفيش نص حصل على التاشيرات
على عدد الشركات اللي ليها واللي ملهاش اصبح لكل شركه 218 بالظبط. صح كده؟ انت كشركه سياحه متخصصه في عالم العمره والحج انت شايف ان ال 218 دول لا مش بيقضوا احتياجاتك؟ ما يقضوش. انا بشتغل في الاسبوع ال 200 دول تمام. ده ال 200 ده انا بشتغلها ليه؟ انا بشتغلها عشان خاطر انا في ثقه فيا، في ثقه في شركتي، في سمعه كويسه. الكلام ده مش عن شركه طور الجن، عن معظم الشركات اللي هي المتخصصه اللي هي النهارده بتعاني من ارتفاع ثمن التاشيره. تمام. والمعتمر بيعاني. يعني احنا برضو مش هننصب نفسنا ان احنا المتحدثين الرسميين باسم المعتمر، لان المعتمر ده مواطن في الدوله، فالدوله هي اولى برعايته مني. انا بتكلم النهارده استاذ محمد. هو المفروض يعني لو في عداله في التوزيع تمام، وان التاشيره ثمنها عادل تمام، ايه المبلغ الاقصى اللي ممكن يدفعه المواطن او المعتمر عشان يطلع؟ لا انت الاقصى انت لو عايز لحد 100,000 في 100,000. بس احنا البرنامج العمره الاقتصاديه العمره الاقتصاديه احنا بعنا برامج في اول الموسم ب 12,500 جنيه. يعني في 2007 لا 2017. انا اقول لك السنه دي كانت بكام؟ انا السنه دي قبل في اول الموسم انا عملت برامج عمره ب 12,350 جنيه. ده كان سعر عادل تمام. انا ليا في مكسب معقول النهارده ب 17,000 17,500 18. مين بيتحمل الفرق بقى هنا؟ بيتحمل الفرق ده المعتمر والشركه الملتزمه. المعتمر في المقام الاول هنا المعتمر، لان المقام الشركه برضه الشركه الملتزمه. يا استاذ محمد برضه الشركه زي ما بتشتري غالي بتبيع غالي. لا ما انت برضه عندك حاجات، بشتري غالي ده لما اكون انا عارف التسعيره، لكن انت النهارده ما فيش تسعيره. انت بعد ان شاء الله قبل الحلقه في سعر وبعد الحلقه في سعر. ايه في سعر تاني ليه؟ لان انت اعطيت حق التاشيره ده او منحت التاشيره دي لواحد تمام، هو لا لي دعوه بالمعتمر ولا لي دعوه بالمنظومه. هو كل القصه ان هو بيكسب بيعد في ارباح ماليه. طيب. بدون حساب. معانا سياده النائب فرج عامر، برحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا حضرتك تقدمت بطلب احاطه للسيد رئيس مجلس الوزراء بشان تضرر المواطنين من ارتفاع سعر تاشيرات الحج والعمره. شايف حضرتك ان الفتره اللي جايه يكون في انفراجه وممكن التاشيرات سعرها يقل؟ وايه الاجراءات اللي اتخذها المجلس في هذا الصدد؟ لا هو طبعا هو لسه طلب الاحاطه لسه لم يناقش بعد تمام. لكن هو الفكره ان في شركات واخده كوتا معينه، فهي بترفع الفلوس دي على الناس حتى اللي مش معاهم وبتتقسم على هذه الشركات، فهي دي العامله مغالاه. احنا ما نملكش نخلي السعوديه تغير قيمه الفيزا بتاعتها، وهي بالمناسبه مش بهذا الغلاء، لكن هو المشكله هي كوتا. احنا مننا فينا؟ احنا اللي غالبين على نفسنا، يعني الشركات المصريه اللي غاليه على نفسنا. تمام. الو مع حضرتك، مع اسامه حضرتك. فهو الفكره انه ما يبقاش فيه وسطاء وما يبقاش فيه كوتا، ما يبقاش في حد ياخد فلوس على حد هيحج مع شركه ثانيه، ما ينفعش. طيب شايف حضرتك يا فرج بيه ايه الحل في القصه دي؟ يعني حضرتك كعضو برلماني بارز ومعروف، ايه رايك يعني ايه الحل؟ كل الشركات تتعامل على قدم المساواه، بس على قدم المساواه. طب ما هنا المساواه هنا يا فرج بيه البوابه اعطت لكل شركه 218 الشركات السياحيه سواء كانت بتعمل في العمره او لا تعمل في العمره. يعني حضرتك لو متابعنا في الحلقه العدد مش متابع. الاستاذ محمد احد اصحاب الشركات بيقول ان عدد التاشيرات اتقسمت على كل الشركات السياحيه سواء كان بتعمل في الحج والعمره او لا تعمل. الناس اللي لا تعمل في الحج والعمره بتبيع التاشيرات باعداد ما ده اللي بقوله للسياده. فالنظام يبقى مفروض انا عندي 400 اتقدم بال 400 المكتوبين، انا ما عنديش ما اتقدمش. تمام. في اقتراح الاستاذ محمد عايز يسمعه لحضرتك لحل هذه القضيه. ايه الحل يا استاذ محمد؟ قول كده. اهلا بيك يا سياده النائب، واحنا بنطلب من حضرتك. هو المشكله ليها حلين اثنين. الحل الاولاني هو تسعير برنامج العمره من قبل وزاره السياحه زي ما بيتم في الحج السياحي، وتكون الاسعار دي ملزمه لكل الشركات، وهنا انت تقضي على السوق السوداء. احنا مش عايزين نلغي تحديد الاعداد، اذا كان ده اتجاه الدوله فاحنا مع الدوله، لكن احنا عايزين نخلي برنامج العمره في متناول المعتمر البسيط الغلبان. ده هيخلص. انت عندك 5,000 جنيه تقريبا حاليا بيكسبوها بتوع السوق السوداء في التاشيره بدون عمل، بدون ما يقدم خدمه للمعتمر.
هو بيدي تأشيرة لشركة زي حالاتي متخصصة ملتزمة مع العملة بتاعتها. فإحنا الحل الأول إما إن البرنامج يتسعر من وزارة السياحة ويكون ملزم لكل الشركات، أو الحل الثاني إن يتم طرح 100,000 تأشيرة توزع على 1833 شركة بواقع 54 تأشيرة، تمام، ويتم استخدامها في يعني من 20 ل30 يوم عشان نمنع ان التأشيرات اللي تنزل من الوزارة دي يتم استخدامها بشكل سيء زي ما حصل في الفترة اللي فاتت، لان انت عند في ابعاد اكبر من موضوع انت تأشيرة رمضان النهاردة ب 17,000 و18,000، يعني برنامج رمضان ب 32,000 و34,000 في حين ان التأشيرة هي ام 4,500 هي ما حصلش اي جديد. يعني هو بيطالب يا سيادة النائب ان هما بدل ما تكون التأشيرة مدة صلاحيتها 3 شهور تبقى شهر واحد عشان نمنع فكرة التلاعب وفكرة السوق السوداء. ايه رأي حضرتك؟ والله طبعا ده كويس، بس طبعا هو الحل طبعا حكاية تحديد السعر ده بمعرفة الدولة ده ما ينفعش دلوقتي، تمام، لان مش هندخل في تسعيرة جبرية زائد ان المقاضات متفاوتة، تمام. لكن هو لو حضرتك زي ما انت بتقول لو طرح 100,000 تأشيرة بسعر اقتصادي لكل الشركات بواقع 54 تأشيرة لكل شركة، ده حل ضريب طبعا، أكيد. ده حل مقبول وعادل. لكن طبعا أنا ضد أن أي شركة تتقدم بطلب الحصول على تأشيرات وهي ما عندهاش معتمرين أو ما عندهاش حجاج. طب إيه اللي ينظم، إيه اللي ينظم ده يا سيادة النائب؟ يعني أنا دلوقتي شركة سياحية وغير برضه شركة سياحية، أنا بعمل في مجال العمرة وده لا يعمل في مجال العمرة، إيه المعيار اللي يفرق بين ده وبين ده؟ بس ده هيبقى خارج ايدينا، السفاره ما تديش الا للاشخاص من خلال الشركات، بس للاشخاص يعني خدت بالك، انما انا مش ما بقاش واخد حصه وانا ما عنديش ناس، وبعدين ممنوع ان انا ابقى واخد الحصه وتنازل عنها الى الغير، لازم توقف التنازل عن الانحناء للغير، التنازل عن الغير هيخليك في الاصل ما تقدمش، ده احد الحلول برضو اكيد، يعني ده احد الحلول. طيب ده احد الحلول. طلب الاحاطه ان شاء الله يتم مناقشته امتى ان شاء الله؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. احنا شاكرين مداخلتك الكريمه ويا ريت نكون متابعين لحضرتك على طول ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا ليك سعاده النائب، شكرا ليك. طيب سياده النائب طبعا قال ان فكره تحديد الاعداد او وضع تسعيره جبريه، وضع سعر محدد من الدوله، هو شايفه ان ده نوع من التسعيره الجبريه، ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ والله هو احنا ما بنقترحش حاجه غريبه، يعني احنا في الحج السياحي وزاره السياحه مسعره برنامج الحج بيكون معمم على كل الشركات، والحاج بيمضي عقد مع الشركه بحيث انه يكون دفع المبلغ المعلن عنه في اعلانات ايه الحج، فاحنا ما بنطلبش حاجه غريبه، يعني زي ما الوزاره مسعره البرنامج بتاع الحج السياحي احنا عايزينها تسعر لنا برنامج العمره، يعني في تحديد السعر طبعا الحج السياحي محدد السعر بتاعه، تمام. فاحنا نطلب المعامله بالمثل، او ان انت ما انت بتقول حضرتك السعر السياحي، ايوه الحج السياحي، الحج السياحي انا اسف اللي هو يعني السياحي. اللي بتنظمه شركات السياحه طيب ما يمكن الحج السياحي ده انا بيديني صوره ذهنيه ان هو اسعار للناس المقتدرين، يعني لا الحج السياحي، يعني انت عندك البرنامج الحج السياحي كان السنه اللي فاتت ب 55,000 جنيه بدون تذكرة الطيران. ما دي اسعار التمرين وال90 لا ده الاربع نجوم يا باشا والخمس نجوم. واسمع عنها دي. في حج اقتصادي بسعر كويس، يعني احيانا بيكون ارخص من الجمعيات وارخص من الداخلية. تمام. يعني احنا سعر الحج السياحي اللي هو البرنامج الاقتصادي ارخص من الاثنين. طب استاذ محمد الاضرار اللي بتقع على الشركات وعلى المواطن العادي هنعرفها من حضرتك ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم من الفاصل وبنتابع مع حضراتكم مناقشة مافيا السوق السوداء في تأشيرات العمرة، ومعانا ويشرفنا أستاذ محمد سويفي طبعا المدير التنفيذي لشركة طيور الجنة. قبل الفاصل أستاذ محمد كنا بنتكلم عن الأضرار اللي بتقع على شركات السياحة التي تعمل في مجال العمرة بالفعل من جراء السوق السوداء. حضرتك طبعا احنا لما الوزارة أعلنت الضوابط فاحنا اشتغلنا ان مفيش اعداد، فحجزنا تذاكر الطيران بتاعتنا وحجزنا الفنادق بتاعتنا واشتغلنا على ان السوق هيبقى مفتوح وهيكون هنا في منافسه في تقديم الخدمه. تمام. يعني محمد هي او شركه طيور الجنة مثلا هتسكن في فندق 500 متر، في شركه ثانيه هتسكن في فندق 700 متر، فانت هنا بيحصل تنافس فين؟ في البرامج في الخدمه.
تمام. لان احنا اصلا مقدمين خدمه، ما احناش تجار تاشيرات ولا بنتاجر في الجوازات دي، احنا ناس بنقدم خدمه للمعتمر وبناء عليها بناخد ايه قيمه البرنامج منه. فلما حصل قصه البوابه وفوجئنا بتحديد الاعداد، فاصبح ان انا بدور على حد يكون عنده تاشيرات عشان اشتري من عنده ايه تأشيرات. في اول الموسم كان الموضوع حصل فيه زيادات في الاسعار من 500 ل 1000 جنيه عن ما احنا عاملين حساباتنا، تمام. ولكن مع قفل السوق النهارده، احنا بنتكلم مثلا النهارده يوم 6/2، تمام، عندك 280 الف تاشيره طلعوا، 280 الف تاشيره طلعوا في 10 اسابيع، يعني بواقع 28 الف معتمر اسبوعيا. خلي بالك ان 28000 لكل الشركات، لا لكل مصر، من لكل كل مطارات مصر بيطلع 28 تقريبا، يعني بنفس المعدل في ده الاسبوع الواحد، في الاسبوع الواحد، تمام. في حين انه في يعني شركات طيران خسرت خسائر فادحه في العمليه بتاعه تحديد الاعداد، لان التاشيره ما بقت غاليه، المعتمر نفسه يعني تراجع، يعني الاضرار بتقع على شركات السياحه، شركات السياحه المتخصصه، على شركات النقل، شركات بص يعني مثلا شركه زي شركه نما وقفت رحلات البواخر لان مفيش تاشيرات، تمام. في شركات كتير، انا يا استاذ محمد، ما هو مجمل التاشيرات سواء كانت بالطريق الطبيعي او الطريق عن السوق السوداء هو نفس العدد اللي بيطلع كل سنه. لا مش نفس العدد، انت السنه دي اشتغلت بدايه من 25/11، تمام، معاك لحد 25/4، انت بتتكلم في 4 شهور، وتم شيل الغرامات، يعني الغرامات بتاعه تكرار العمره اتشالت، فاصبح عندك في اقبال كبير على العمره. اصحاب التاشيرات استغلوا الاقبال ده في ان هم يغالوا في الايه في التاشيرات بتاعتهم، تمام. فانت النهارده لما بتكلمني ان انا مثلا في اول الموسم بعت برنامج عمره ب 12500 جنيه، والنهارده ببيع هو نفس السكن ونفس الكرسي بتاع الطياره اللي ركب عليه وكل حاجه، وبيعه ب 17.5، ليه؟ يعني 5000 دي فين؟ يعني استاذ محمد تعمل لي اعلان مثلا على الفيس، اقول لك دي ب 12.5 قبل المكالمه بسعر وبعد المكالمه بسعر، تقول لي والله التاشيرات الطبيعيه خلصت، فخلينا في خلاص هو الطبيعي، إيه؟ الطبيعي ده يخلص في اسبوع، يعني الطبيعي ده ال 200 تاشيره دول يخلصوا في شهر، تمام، في شهر ولا في اسبوع، يعني كل شركه، احنا مش هنحسدك، كل يعني شركه في احنا بنشتغل الحمد لله بفضل الله تقريبا يعني المعدل ده كل اسبوع، تمام، ربنا يزيدك. طبعا ان احنا بنخلي هنا صاحب التاشيره ده مش شايف حد، النهارده هو بيبيعها ب 11000 جنيه بيكسب 5000 جنيه في التاشيره بدون عمل، عارف بين في رمضان بقى بيعمل ايه؟ في رمضان بيبيعها لك ب 17 و18، بدون عمل، تمام، 17 و18 حضرتك استاذ خليل، ده انت بتتكلم في مكسب 11000 جنيه في التاشيره في عمره رمضان. طب مين بيروح عمره رمضان؟ بيروح عمره رمضان الراجل اللي مش هيقدر يروح الحج، فهو بيطلع عشان خاطر عمره رمضان تعادل ايه الحجه. انت النهارده حطيت له 10000 زياده ليه؟ انا برضو يمكن حضرتك بتتكلم على اضرار الشركات، عايز اقول برضو ان الضرر يا جماعه بيقع على المواطن البسيط. يعني استاذ محمد بيقول لي انا بتجيني ست كده، يعني من ضمن الحاجات اللي اثرت فيها داخليا ونفسيا، في ست كده من امهاتنا اللي هم البسطاء اللي بتقول له يعني المنديل اللي تقول له خد عد دول يا ابني وشوفهم قد ايه عشان اطلع عمره. حصل. فيعني دي من الناس، يعني دي الشرائح اللي بتتعامل بيها الشركات. مين بيطلع يا جماعه عمره؟ هل بيطلع عمره؟ الناس بتطلع، الناس اللي معاها فلوس بصراحه بيطلعوا مارينا ويطلعوا شرم الشيخ ويطلعوا فرنسا واوروبا والحتت دي. اما الناس الغلابه اللي هم اللي بتوع ربنا، دول اللي بيقولوا عليهم بتوع ربنا، هم اللي معاهم الفلوس القليله دي بيجمعوها جمعيه مش عارف بيعملوا ايه، بيلموا الذهب، بيلم يعني حاجات كده ويجمعوها. فاحنا ليه النهارده بنيجي على المواطن الغلبان والمواطن البسيط حتى في اداء الشعائر الدينيه؟ يعني انت جيت عليه في الاكل وفي الشرب وفي السكن وفي الميه وفي النور وفي الكهرباء وفي كل حاجه، انت جاي النهارده تحط لي على المواطن الغلبان حتى في العمره؟ لازم يكون في حل. استاذ محمد انا باقي لي 4 دقايق، عايز تقول لي ايه الحل اللي ممكن نعمله عشان نبعد عن الاضرار اللي بتقع على الشركات، وفي نفس الوقت المواطن البسيط ده اللي مش عارف يعمل ايه ننقذه من المافيا السوق السوداء. احنا في مداخله سياده النائب فرج عامر كنا طرحنا الحلين اللي هم الممكنين يتم عملهم. لما نتكلم عن الغاء تحديد اعداد المعتمرين النهارده ده صعب عمليا، تمام، لكن السهل عمليا ايه؟ يا اما ان انت تنزل لي 100000 تاشيره، تمام، و100000 تاشيره كمان لما تنزلها لي في الفتره الاولى تنزل لي قصادها 50000 تاشيره في رمضان عشان ما يحصلش سوق سودا في رمضان، تمام، تمام.
ان انت من النهارده ناخد بالنا من اللي هيحصل في رمضان. اللي هيحصل في رمضان ان برنامج العمره مش هيقل عن 30,000 في حين ان تكلفة من دلوقتي عشان بتاع رمضان ده مؤتمر رمضان ده يا اما واحد واخد مكافاه بتاعت معاش يا اما يعني ست ولا راجل غلبان مربي بهيمه هيبيعها عشان خاطر يطلع عمره فده اصلا مش حمل انت تعمل معاه كده. طيب تمام. سريعا يا استاذ محمد احنا عايزين نقول الحلول واحد اتنين رقم واحد هنحدد طرح 100,000 تأشيرة بواقع 54 تأشيرة لكل شركة في الفترة الأولى وأهم شيء إن ده أولاً إن يتم استخدام ال 54 تأشيرة دي في تاريخ 20 يوم من تنفيذها. ليه؟ عشان اللي بيحتكر ما ياخدش ال 54 تأشيرة يخزنهم برضه ويبيعهم بسعر غالي. يعني أنت عايز تقول إن يكتر المعروض إن المعروض في التأشيرات يكتر تمام فيقلل ساعتها سعر التأشيرة. كلمة أخيرة يا أستاذ محمد تقولها في نهاية حلقتنا النهاردة. احنا يعني نحب نتوجه لسيادة النائب فرج عامر على مجهوده في طلب الحاطة والنائب محمد فؤاد برضه وكل الناس اللي مهمومة بالقضية لان احنا النهاردة كشركات سياحة متخصصة احنا اكتر ناس بنعاني. احنا كده كده الفرق اللي علينا بنطلبه من المعتمر وبيدفع المعتمر بس احنا بنعاني في ان انت النهاردة بتساونيش باللي ما بيشتغلش بتخلي اللي ما بيشتغلش حج وعمره يكسب وهو نايم في البيت احسن مني وانا اواجه المعتمر وانا النهارده لما اخش اشتري منك تاشيرات اقول لك بكام فتقول لي مثلا ب 9,000 اقول لك طب اروح اجيب لك فلوس واجي من البنك تقول لا ده اصل ب 10 تمام فانا هنا بيتضرب عندي الميزان يا اما ان انا اشيل خساير عشان التزم مع العميل بتاعي يا اما ان انا امتنع تمام وفي حال ان انا امتنعت انت النهارده كده بتسيب المعتمر يروح لناس ما عندهمش خبره في الحج والعمره يعني هيتبهدل بيشرحوه بالظبط لو بيشرحوه. انت لو انت بتتكلمني ان البوابه دي بتحافظ على المعتمر فاكبر محافظه على المعتمر ان انت تدعم الشركات المتخصصه في الحج والعمره ان هي تخدم المعتمر ده ما تقضيش عليها اكيد تمام. استاذ محمد انا بشكرك طبعا وانا بضم صوتي لصوت الاستاذ محمد السويفي وطبعا بالناشد معالي السيد رئيس مجلس الوزراء والساده النواب ان لازم يكون في حل يصب في مصلحه المواطن البسيط اولا ثم شركات السياحه المتخصصه بالفعل. في نهايه حلقتي طبعا بشكر كل فريق الاعداد بشكر الاستاذ محمد رمضان استاذ تامر استاذ صفاء عالم الدين بشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه على امل بلقاء الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.